هو ليه الناس عملت قلق على الحلقة دي بالذات؟ وانتي قولي ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ عشان لأول مرة في العالم ست بتعرض قضية دعارة لرجالة. بس. طول عمر الست بتظهر. الطب الشرعي أثبت إن هما لو فتحنا اليوم السابع لو فتحنا اليوم السابع هنلاقي أخبار كل يوم عن قضايا دعارة ستات. طبعًا. صح ولا لأ؟ طبعًا. قضايا دعارة ممسوكين بتطلع من شرطة الآداب وبتحولوا على النيابة. بتصورهم ساعة القبض عليهم ولا لأ؟ لا ما بيصوروش ساعة القبض عليهم. طيب هنفتح اليوم السابع دلوقتي؟ اه بس هتلاقي صورهم عاملة ازاي؟ مش متغطي وشوشهم؟ مش متغطي وشوشهم؟ ايوه خدي بالك في فرق كبير. في ستات كل يوم طالعين ساعة القبض عليهم في قضية دعارة. في فرق ما بين حد سأل الستات دول؟ في فرق ما بين بيان رسمي طالع طبقا لجهات تحقيق رسمية طالع من جهاز مسؤول وما بين ان واحدة ادعت على الناس. لا انا ما ادعيتش. في فرق ضخم جدا بين اللي عمل اليوم السابع وبين اللي انت بتعمليه. لا احنا بناخد بيان من وزارة الداخلية. معلش انا عملت اكتر من اليوم السابع عمل، لان اليوم السابع بيروح مع الداخلية، لكن الداخليه راحت على شغلي. بس ما اثبتتش حاجه. ازاي؟ امال راحوا النيابه ازاي والمحكمه؟ هم راحوا النيابه والمحكمه. هم راحوا النيابه والمحكمه بناء على كلام منى ولا بناء على كلام الشرطه؟ طب عندي سؤال ليكي. اي نوع من القضايا بتفضلي انه الاعلام يقدمه؟ بصراحه. تمام. هذا النوع اللي بيقتحم مجالات الدعاره وال خالص الدعاره ما كانتش قصتنا. الدعاره كانت انتشار الاتش اي في والشذوذ وكده ولا الدعارة ما كانتش قصتنا. أنا بقالي سنتين أهو شغالة كل حلقة بنتكلم على توبيك أهم من التاني. اتكلمنا على التعليم والصحة والبيئة والآثار ومخدرات. محدش حاسس بيك يا مولانا. محدش اشمعنى الناس يعني لسه الحلقة دي؟ الجاية. إيه مفاجأتك الجاية المفروض؟ يعني المفروض أنت بقى إيه كرسي في الكلوب اللي جاي؟ قبل ما نروح للي جاي، منى قالت إن المكان ده بيحصل فيه كده. الداخلية لقت البرومو نازل على القناة، قالت لا اوقفي بقى لما نتحقق. حلو. عملوا هم تحرياتهم، اثبتت تحرياتهم صدقي. راحوا مطلعين تصريح من النيابة بالمهاجمة المكان. خدوا الناس متلبسين. سؤال ثانية واحدة بس، اديني فرصة يا خالد اكمل القصة. يا فندم مش انت عايز تسمع القصة؟ التحريات دليل ادانة. مش انت عايز تسمع القصة؟ مش عايز الكلام يعدي على الناس. لا مش هيعدي. التحريات دليل إدانة. الشرطة عملت تحرياتها، طلعوا إذن من النيابة بمهاجمة المكان، خدوا الناس متلبسين على النيابة. النيابة ما أفرجتش عنهم في سراي النيابة. النيابة عملت إيه؟ النيابة طلعت القضية لقناعتها بوجود قضية للمحكمة. منى عليها كده دورها انتهى.